الحاجه بقى الارقام الطريفه جدا، وهو طبعا الخطيب هو ملك هذا الرقم، ان الرقم ده على فكره ما حدش كان يعرفه ولا حسبه، ان الخطيب في الفتره من ما بدا النادي الاهلي يلعب في بطولات افريقيا سنه 76 وعلى وجه التحديد امام مولوديه الجزائر، كان مباراه الذهاب بين الاهلي ومولوديه ده خسر النادي الاهلي 0-3، لعبوا مع بعض مباراه العوده في القاهره، فاز الاهلي بهدف محمود الخطيب اللي جابه من ضربه جزاء في الدقيقه الاخيره. دي كانت اول مباراه افريقيه سجل فيها الخطيب حتى سنه من ده، الكلام ده 76 حتى سنه 84، اما الاهلي بالصدفه لعب المولوديه برضه وفاز عليه 3-1، والخطيب كان بيلعب لم يسجل، خرج وبمجرد ما خرج جت ضربه جزاء سددها وقتها طاهر ابو زيد وجابها. على مدى 8 سنين لم يشارك الخطيب في اي مباراه على المستوى الافريقي الا وسجل، على مدى 8 سنين 8 سنين اللاعب الوحيد. على فكره في مباريات كتيره الخطيب يعني الاهلي لعبها ما سجلش، لكن الخطيب ما كانش بيلعب، انما على مدى الفتره من 76 ل 84 لم يلعب الخطيب اي مباراه الا وسجل فيها. في ارقام كتيره جدا 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 موجوده، منها مثلا الاهلي اكثر فوزا خارج ملعبه،